السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا برضو فيديو بخصوص الأنظمة المرورية في المغرب اللي كثير ناس ينتقدوني عليه. طبعا معروف الأولوية لمن في الدوار، الأحقية لمن في الدوار. فأنت شوف الطحين دحين اللي هنا بيصير، شو طبعا هذا الطحين اللي قدامنا في هناك هون بيصير، شو المدخل الثاني. شوف شوف الطحين، ممكن كمان تشوف الناحية الأخرى هناك، الناحية الأخرى هناك أكثر واضحة. عملية دقيقة بس راحت الزحمة. شوف هناك في ديك الناحية يبان أكثر، شوف السيارات اللي جاية من الدوار والدخول عليها. شوف اللي في الدوار اضطر يوقف. طبعا احنا طبعا شوف نفس الاحقيات وهذا موجودة في مثلا في دبي، انا صورت في دبي تلاقي الناس يوقفوا عند الخط، الدوار يدخلوا، يعني ما هو زي كذا، ما هو زي كذا، شايف؟ فأنت طبعا تقول لما تشوف المنظر هذا كإنسان يعني سايح تقول يلا، يعني موضوع يعني ايش؟ زي ما نحن بنقول عندنا بالدراع بالعافية. تمشي شوية كده تلاقي في مرور ولا شرطة يقول لك لا، ليش ما احترمت الأولوية الدوار؟ شوف انا دحين المنظر هنا، يا ريت اوريكم. هو شوف قاعدين الباص في سيارات داخله قبله وهو قاعد يدخل عليهم. انا مطولت في الفيديو هذا، سلام. عموما انا في الفيديوهات هذه اللي فيها الانظمه المروريه في المغرب لا بنتقد ولا بدي ادخل في عناد مع احد، يعني انما بس اوضح انه في اختلافات يعني ممكن يعني تسبب للانسان مشاكل هو مو في غنى عنها. طبعا الكلام هذا مو يعني بقوله بعد يعني خبرة ومراس طويل يعني في المغرب وفي رحلات كثيرة يعني، فبالتالي وجهة نظري انه في اختلافات والسائح خاصة الخليجي ما مش متعود عليها. هذه هي وجهة نظري رجاء، لا بحاول يعني مثلا انتقد او اني اعاند او اني اتحدى او شيء، لا لا، هو بس توضيح وخلاص.